نتواجد حاليا بمقر الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة للتوقيع على اتفاقية شراكة ثلاثية بين الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة مؤسسة نوفيسا فارماسانك بالمغرب والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمغرب. تهدف هذه الاتفاقية إلى توفير مجموعة من الأدوية في إطار مشروع تقديم الخدمات الصحية التي تنشطه الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة لفائدة اللاجئين بشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. بهذه المناسبة نود التوجه بالشكر العميق لمؤسسة نوفيسا فارماسانك للدعم ديالها في إطار هذه الشراكة والتي ستوفر من خلالها ما يفوق قيمته مليون درهم خلال 3 سنوات المقبلة لفائدة اللاجئين.